إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم بإذن الله يتعلق بإجراء مباراة توظيف 62 منصب شغل جديد بالمركز الاستشفائي بن رشد بالدار البيضاء. فكيف كتشاهدوا فهو خبر جديد يتعلق بتنظيم مباراة توظيف في الدرجة الأولى سلم 10 ضمن إطار الممرضين. إذن تفتح المباراة، أي مباراة توظيف في الدرجة الأولى سلم 10 ضمن إطار الممرضين، يوم الأحد 9 يناير 2022 على الساعة 8 صباحا بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء الموجودة بزنقة طارق بن زياد حي المستشفيات. فللإشارة، فهذه المباراة طريقة الترشيح فهي لا تجرى عبر البوابة الإلكترونية، وإنما غادي تحطوا الملفات عن طريق البريد المضمون، يعني ريكوموندي، أو تمشيو سير بلاس وتحطوا في البيرو دوردر الملف ديالكم. غنشوفوا التقسيم ديالها 62 منصب كيفاش غادي توزع. فهي موزعة على الشكل التالي: 49 منصب مطلوب كممرض متعدد التخصصات انفيرمي بوليفالون، و 13 منصب ممرض في التخدير والإنعاش. إذا المجموع ديالهم هو 62 منصب. بالنسبة لواحد النسبة معروفة كتخصص للمقاومين وكذلك المعاقين، يخصص 25% من المناصب المتبارية بشأنها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم، و 7% لفائدة الأشخاص المعاقين. تفتح المباراة في وجه المترشحين من جنسية مغربية كشرط أساسي، البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، والحاصلين على دبلوم الإجازة المسلم من قبل إحدى المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة، أو دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه طبية المسلم من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، طبيعة الحال التابعة لوزارة الصحة، أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المعادلة لها وفق التنظيمات الجاري بها العمل. تشتمل المباراة المذكورة على اختبار كتابي واحد يتضمن أسئلة مباشرة أو أسئلة متعددة الاختيارات مرتبطة بالتخصصات المطلوبة، بهدف تقييم مدى قدرة المترشح على القيام بالمهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارية بشأنها. تحدد مدته في 3 ساعات. تمنح عن هذا الاختبار نقطة عددية تتراوح بين 0 و 20. ويعتبر ناجحا في هذه المباراة كل مترشح حاصل على معدل عام لا يقل عن 10 من 20. إذن ملف الترشيح يتكون من طلب خطي يبين فيه المترشح اسمه العائلي والشخصي، عنوانه وإمضاءه ورقم هاتفه، وكذا وضعيته الحالية موظف أو غير موظف. ملف الترشيح أيضا يتكون من سيرة ذاتية اللي هو CV، بالإضافة إلى نسخة مشهود بمطابقتها للأصل، يعني كوبي كونفورم للدبلوم في التخصص المطلوب كما هو مشار إليه أعلاه اللي قلت دابا. بالنسبة للمرشحين المتوفرين على دبلومات غير مسلمة من طرف المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ومعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعين لوزارة الصحة، يجب أن يتقدموا بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل الدبلوم في التخصص المطلوب، مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة المنشور بالجريدة الرسمية والوثائق المدرجة في قرار المعادلة. بالإضافة إلى هذه العناصر، هناك أيضا عنصر آخر وهي نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة التعريف البيومترية كوبي كونفورم ديال لاكارت ناسيونال، ثم شهادة التسجيل في لوائح الأشخاص في وضعية إعاقة بالنسبة للأشخاص
في وضعيه اعاقه، كذلك شهاده تثبت صفه مقاوم او مكفول امه او عسكري قديم او محارب قديم بالنسبه للمتوفرين على هذه الصفه، اي مقاوم او عسكري قديم، بالاضافه الى ترخيص كتابي لاجتياز المباراه من طرف الاداره المشغله بالنسبه للمترشحين الموظفين، الناس اللي هما ديجا خدامين وبغا يولجوا لهذه المباراه، فخاص ترخيص من الاداره ديالهم كشرط ضروري من اجل اجراء المباراه. ويتعين على المترشحين المتوفرين على صفه مقاوم يرسل ملفاتهم عن طريق المندوبيه الساميه لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير مرفقه بشهاده تثبت هذه الصفه. كما يتعين ان توجه ملفات الترشيح لمكفولي الامه وقدماء العسكريين وقدماء الحاربين من طرف رئيس مؤسسه الحسن الثاني للاعمال الاجتماعيه لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مدعمه بشهاده تثبت هذه الصفه. بالنسبه لطريقه الترشيح فما كايناش بوابه الكترونيه من اجل التسجيل، وانما تبعث طلبات الترشيح بواسطه البريد المضمون ريكوموندي او تودع مباشره بمقر المديريه العامه للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد مكتب الضبط اللي هو بيرو دورد المتواجده ب 8 زنقه الحسن العرجون الدار البيضاء، ويعد اخر اجل لايداع الترشيحات هو يوم 24 دجنبر، يعني باقي تقريبا شهر، على الساعه الثالثه بعد الزوال كاخر اجل لقبول الملفات، يعني اي يوم او ساعه متأخرة عن يوم 24 دجنبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال فلن يقبل أي ملف. وتجدر الإشارة إلى أن كل ملف للترشيح يصل بعد الأجل المحدد أعلاه أو تنقصه وثيقة من الوثائق المذكورة أعلاه لن يؤخذ بعين الاعتبار، يعني خصنا نحترموا آخر أجل والملف يكون في جميع الوثائق المطلوبة التي ذكرتها سابقا، يعني انسان يفيريفي مزيان دوك الوثائق. ستنشر لائحه المترشحين المتوفرين على الشروط النظاميه بالموقع الالكتروني للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد اللي هو www.chu-ibnrushd.ma، نخليها لكم في صندوق الوصف بها باش غتفيريفيو اللائحه واش نتوما طلعتوا مع الاسماء المقبولين او لا. ويوم 6 يناير 2022 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، وكذا على بوابة الخدمات العمومية معروفة هي emploi-public.ma، كذلك سيتم نشر لائحة المترشحين المقبولين والتي تعتبر بمثابة استدعاء فقط لاجتياز المباراة، وسيعلن عن نجاح المترشحين في هذه المباراة وتعيينه بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وذلك في حدود عدد المناصب المتبارة بشأنها اللي هي 62 منصب في نفس الموقع الإلكتروني للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وكذا على نفس بوابة الخدمات العمومية، يعني هاد البوابة البوابتين معا غادي يعلنوا فيهم على المترشحين، وكذلك غادي يعلنوا على النتائج ديال الامتحانات. وزيادة على الوثائق المذكورة أعلاه فإن المترشحين الناجحين بصفة نهائية في هذه المباراة ملزومون بتتميم ملفاتهم بالوثائق الإدارية المطلوبة للتعيين. فإخواني أخواتي كان هذا كل ما يتعلق بإجراء مباراة توظيف 62 منصب بالمركز الاستشفائي ابن رشد. شنا التقسيم ديال 62 منصب، شروط، طريقة الترشيح، آخر أجل. كنتمنى لكم حظ موفق للجميع. كان معكم محبكم في الله عمر من قناتكم أمار بغيف، رجاء تشجيع القناة ومع ذراع الصوت لأنني ما زلت مريضا. شكرا لكم وما تنسوش تشجعوني وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.